سينضم إلينا مراسلنا أحمد جرادات، ومن باريس مراسلنا شوقي أمين. شوقي، أبدأ معك، ما الإجراءات الحكومية المحتملة التي تم مناقشتها في اجتماع مجلس الدفاع الفرنسي؟ ريما، في الحقيقة لا تتوفر هناك عناصر يعني بالتفصيل الممل عن ما جرى في الاجتماع، بدليل أن الاجتماع لم يصدر أي بيان حتى هذه اللحظة التي أحدثك فيها. فقط أن الناطق باسم الحكومة جابرييل أطال أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية، قال فيها أن الاجتماع كان مناسبة لعرض تقرير مرحلي، وهو يعني بالموازاة مع التحقيقات التي تجريها مختلف الأجهزة على أعلى مستوى في هرم السلطة الفرنسية، سواء على محور المصالح الاستخباراتية وأيضا الأجهزة أو التقنية. وقال أيضا أن الوكالة الوطنية لحفظ الأمن السيبراني والإلكتروني الفرنسي سترافق هؤلاء. يعني هناك عديد من المسؤولين سواء من الصحفيين أو الإعلاميين أو السياسيين، كان وزير البيئة السابق قد تعرض لقرصنة من قبل المصالح المغربية، وكنا ذكرنا ذلك سابقا أنه دعا السفير المغربي لتقديم تبريرات على استهدافه شخصيا أو استهداف هاتفه. اليوم ريما، ربما يعني الأيام المقبلة ستكون أيضا حبلة بكثير من ربما المعلومات. هناك وسائل إعلام استفاضت اليوم بالنقد، بالتوجه إلى يعني إلى انتقاد مثلا المملكة المغربية لتجرؤها على هذا الفعل، وربما وهي أيضا يعني قالت أنها ليست ضالعة في هذا الموضوع. مراسلون بلا حدود، المنظمة التي تدافع عن الحريات الإعلامية في العالم، شجبت يعني الأمر وقالت إن كيف لهذه الشركة الإسرائيلية أن تصدر أو أن تبيع مثل هذه البرامج الخطيرة لدول سمتها القامعة للحريات، وذكرت بعض الأسماء البلدان العربية. نعم، إذن ربما سنعرف أكثر في نعم في اليومين المقبلين عما ما تسفر أيضا التحقيقات التي، خاصة وأن كثير من الإعلاميين قد دعوا أو شكاوى قضائية لدى مجلس قضاء باريس. إذن في انتظار ما يمكن أن يستجد في هذا الموضوع الشائك حقيقة. نعم، شكراً على أعلى مستوى في هرم السلطة. نعم، إلى أحمد الآن. أحمد، الشركة تنفي، ولكنها بالتالي تترقب أي إجراءات يمكن أن تصدر عن بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا. كيف يتم التعامل وإصداء ما يجري في بعض الدول مثل فرنسا في الداخل الإسرائيلي؟ يعني إسرائيل تلتزم الصمت من الناحية السياسية، لا تصريح سياسي فقط إلا تصريح واحد لوزير الأمن الإسرائيلي منذ بداية هذه الأزمة وهذه الفضيحة. رئيس الوزراء الإسرائيلي نأى بنفسه عن التصريح والتعقيب على هذا الموضوع. الشركة ما زالت تنفي، واليوم أيضا الرئيس التنفيذي لهذه الشركة NSO التي تنتج برنامج بيجاسوس للتجسس رمت بكامل المسؤولية على عاتق الدولة وعلى عاتق إسرائيل ووزارة الأمن، لأنها قالت لا تقوم، وأكدت على هذه المعلومة التي كانت تقول بأنها لا تقوم بتصدير هذا البرنامج إلا بعد موافقة وزارة الأمن والحكومة الإسرائيلية وأطراف في الحكومة الإسرائيلية لبيع هذا البرنامج. إذن حاليا صمت من الناحية السياسية، ولكن هناك إعلان عن فتح لجان تحقيق للبحث في هذه المعلومات. هناك لجنة أنشئت خلال اليومين الماضيين، وفقط تم الإعلان عن إنشاء هذه اللجنة، لم يتم التحديث أو وضع أو نشر بعض المعلومات، وتحاول إسرائيل على الأغلب إدارة هذا الملف بالصمت وبالسر وبالسكوت، لأن فعليا ستكون لهذه القضية تداعيات من الناحية الدبلوماسية بحسب الكثير من المحللين الإسرائيليين. ولكن أصاب الاتهام أيضا تشير إلى بنيامين نتنياهو، لأنه خلال 11 عاما الماضية هو الذي كان في زمام الحكم، هو الذي كان في منصب رئاسة الوزراء، وبالتالي إن تم بيع هذه وعمليات بيع هذه الأنظمة الدفاعية التي تنتجها إسرائيل تتم بموافقة وزارة الأمن، وأحيانا يتم يعني قبل اتخاذ قرار ببيع مثل هذه البرامج تكون هناك لجنة مكونة من وزارة الأمن، من جهاز المستعد، من وزارة الخارجية، وأحيانا يتم
إبلاغه رسميا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل رسمي عن نية البيع واتخذ القرار بالإجماع. أيضا توجد داخل وزارة الأمن الإسرائيلي لجنة لمراقبة الصادرات، وهذه اللجنة أنشئت فعليا بعد خلاف واحتجاج الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية على عدم وجود مراقبة واضحة في إسرائيل على بيع الأسلحة لدول أخرى، وتحديدا الأسلحة التي صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية. أي أنه وإن لم يتم في العلن الحديث من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ربما يتوقع الكثير من المحللين هناك ضغط أمريكي أو محاولة أمريكية لفهم ما الذي جرى في هذا الموضوع. بخصوص الصحف الإسرائيلية ريما، هناك اهتمام واسع في هذه القضية، ليس فقط ولا يقتصر على نقل المعلومات ونقل الأخبار والتحديثات الجديدة بخصوص هذه القضية، بل أيضا اهتمام في كيفية تناول الصحف الكبرى العالمية وتحديدا الأوروبية لهذا الموضوع، ويتم ترجمة بشكل شبه يومي الكثير من التقارير التي تنقل عن الصحف العالمية. خلال الأيام المقبلة على الأغلب إسرائيل ستستمر في سياسة الصمت، كما قلت فقط تصريح سياسي واحد من قبل وزير في الحكومة، سمعنا تصريحات من أعضاء في الكنيست، ولكن من يتحكم في زمام هذه الأمور وفي زمام هذه القضية هي الحكومة الإسرائيلية تحديدا، لأن الصناعات الدفاعية عادة ما يتم إطلاقها. إذن سننتظر الإجراءات الدولية والرد الحكومي الإسرائيلي عليها. شكرا لك أحمد جلادات من القدس، وشكر أيضا لشوقي أمين في باريس.